فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة، والتي منها يقول السائل: ما حكم عمليات الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب؟ هل هي محرمة؟ أقول: إذا كان السائل يسأل عن زوجين فعلى ذلك فلا بأس به، إذا كان الطبيب الذي يجري العملية أو الطبيبة من الثقات الأتقياء الذين لا يغشون ولا يزورون، والله أعلم. أما ما الحكم إذا كانت العينة من غير الزوج والزوجة؟ هذا الأخير لا يجوز. يقول: امرأة سليطة اللسان وتصطنع مشاكل مع الجيران، ربت أولادها من الحرام، ماذا نفعل بها؟ انصحوها؟ إن أبت تعامل معها على قدر لا يولد مفسدة أعظم، فمن الممكن أن يتقى شرها، ومن الممكن أن يشتد عليها بحسب ما تستدعيه المقامات، والله أعلم. يقول: امرأة كانت لا تأمر أبناءها بالصيام ظنا منها أن الصيام على الأغنياء فقط، ماذا تفعل وماذا يفعل أولادها؟ أقول: وبالله تعالى التوفيق، عليها وعلى أولادها البالغين إعادة صيام الأيام التي أفطروها، وإن كثرت هذه الأيام فهي في ذمتهم، أما الذين دون البلوغ فليس عليهم شيء، والله أعلم. تقول: هل تنظيم الحمل حتى نهاية الفطام، حتى نهاية الفطام فيه وزر ليس فيه وزر؟ فرب العزة قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا امتنعت المرأة عن الحمل بوسيلة غير مضرة بها رجاء أن يكمل إرضاع المولود لمدة حولين فلا بأس بذلك ولا إثم فيه إن شاء الله. يقول القائل: ما حكم الفوائت من الصلوات؟ عليك إعادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين نيتي الصيام عن خالتي الميتة لأيام من رمضان لم تقضها وبين نية صيام النافلة لي؟ لا يجوز هذا الجمع، إما هذا وإما ذاك، بارك الله فيك، والله أعلم. هل يجوز الاجتماع في يوم للاعتكاف والقيام جماعة في المسجد لتهيئة القلوب لاستقبال رمضان؟ أما إن سألت هل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن سألت عن الجواز فهنالك من العلماء من يجوز ذلك، لكن ليس بقصد التهيئة لرمضان، إنما كاعتكاف يوم أو ليلة من الأيام أو الليالي، والله أعلم. أما كتهيئة لرمضان فلم أقف على نص يفيد ذلك، والله أعلم. يقول:
لو الإنسان اضطر للكذب من أجل أن ينجي أن يتنجى من المواقف التي أمامه، هل هذا جائز؟ الحلف الكذب حرام، ولكن النظر إلى المقامات التي دعته إلى ذلك هل يعذره الله بها أم لا؟ فذاك أمر موكول إلى الله، أما الحلف كاذبا بالله فحرام كما لا يخفى على لبيب، والله أعلم. يقول: أريد أن أذهب إلى العمرة لمدة 4 أيام في مكة، أريد أن أعتمر لأقرباء لي قد ماتوا، من أين أحرم بعد أول عمرة من التنعيم؟ من التنعيم أم أذهب للمدينة ثم أرجع؟ أقول: وبالله التوفيق، كل سفرة لها عمرة مستقلة، فتأتي بعمرتك وتكفي. إذا ذهبت بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تهل منها بعمرة من الميقات ذي الحليفة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. معلش يا شيخنا، النهارده هيبدأ مباراة كأس العالم في البرازيل وهيستمر لمدة شهر، فطبعا الفترة دي هتدخل كمان إن شاء الله في رمضان، فكنت عايز حضرتك توجه نصيحة يعني لينا عن ضوابط الموضوع يعني. معلش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالحياة الدنيا بما فيها لعب ولهو وزينة، وهذه المباريات التي تجرى تضيع بلا شك أوقات المسلمين، وكذلك تشد أعصابهم، وكذلك تثير الصراعات بينهم فيما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. فأهيب بكل مسلم أن يحافظ على دينه وأن يحافظ على وقته ولا ينشغل بمثل هذه الأمور التي تشغله عن دينه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس يخسرون صحتهم ويضيعونها في غير ما طائل، وكثير من الناس يخسرون أوقاتهم فيضيعونها فيما لا فائدة فيه. هذا ويزداد البلاء إذا كانت هذه المباريات في شهر رمضان الكريم الذي ترجى فيه مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. فهذه المباريات بلا شك الرشيد يعلم أنه لا فائدة فيها وأنها لعب، ولا يتشرف أحدنا في قبره، ولا يتشرف أحدنا أيضا يوم بعثه بأن يرى نظره للمباريات في سجل حسناته، فلا تدخل في سجل الحسنات، هذا ظني والله أعلم، لأنها لعب ولهو وتجر أيضا ضياع حقوق كثيرة. حق ربنا سبحانه وتعالى يضيعه الأكثرون، وكذلك حقوق أهل الإسلام، وكذلك حقوق أهل بيتك. فجدير بك أيها المسلم أن تحرص على ما ينفعك، إذ النبي قال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احرص على ما ينفعك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخنا، في سؤالين عايز أسألهم لحضرتك. تفضل. السؤال الأول: ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر؟ يعني زكاة الفطر اللي زكاة هي في أركان الإسلام الخمسة وإيتاء الزكاة، إيه الفرق بينها وبين زكاة الفطر؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني:
ما دورنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أقول وبالله التوفيق، زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال في كونها تخرج عن الفقير والغني على السواء، فالفقير عليه زكاة فطر أيضا، الفقير لا يشترط لها نصاب، زكاة الفطر لا يشترط لها نصاب، وتخرج زكاة الفطر من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما زكاة المال فلا تجب إلا على الشخص الذي وجب عليه أن يزكي ببلوغ ماله النصاب وحلول الحول على ماله، وكذلك فإن زكاة الفطر مقيدة، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقت انتهائها عند جماهير العلماء غروب شمس يوم الفطر. أما زكاة المال ففي أمرها بعض الفسحة هذا، وزكاة الفطر من العلماء من يقول إنها تخصص في للفقراء فحسب، لما ورد في حديث ولكن سنده ضعيف، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أما زكاة المال ففي المصارف الثمانية، ولكن أيضا من أهل العلم من قال إن زكاة الفطر يجوز إخراجها للأصناف الثمانية، والله أعلم. يقول أخو السائل أما السلام عليكم. السلام عليكم. أما ماذا نفعله لاستقبال شهر رمضان؟ فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فيما علمت، إلا أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان هذا. ويقول أهل العلم وينبغي أن من ظلم عبدا أن يتحلل من المظالم، ومن كان قاطعا للرحم فليبادر بالوصل، ومن كان كذلك عاقا لأبويه فليبادر ببرهما، ومن كان أساء فليحسن، وهذا عموما والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. حضرتك أنا بعد عندي بعض الأسئلة حضرتك، ممكن أقولها؟ اتفضل. اتفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. بدي ما حكم المرأة لما بتصلي عندها بتنزل منها إفرازات؟ نعم. ما حكم الصلاة إن المرأة بتنزل منها إفرازات؟ ساعات بتحصل الشرطة، ساعات ما بتحصلش الشرطة. هي بتصلي. الحمد لله. سؤال الثاني حضرتك، زوجتي كانت ناوية تصيم من 13 14 15 من كل شهر، فهي ناوية تصيم فلقيت في مشقة على الحمل، ده يفسد الصلاة ده ما الحكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيسأل عن الإفرازات التي تنزل على المرأة أثناء الصلاة، هذه الإفرازات تختلف عن الإفرازات التي تنزل من المرأة أثناء التفكير في الجماع، فالأخيرة تلزم بالوضوء، أما مجرد الإفرازات التي رشح من جدران الرحم، هذه الإفرازات التي تنزل من النسوة وخاصة الحوامل، العلماء لهم فيها قولان، أحدهما أنها لا تأثير لها على سلامة الوضوء ولا على صحة الصلاة من ثم، وهذا الرأي هو الذي أختاره، هذا الرأي هو الذي أختاره، أن الإفرازات هذه لا تنقض الوضوء، لأنها ليست ببول ولا مزي ولا ودي، فمن ثم لا تنقض الوضوء، هذا الذي أختاره. أما القول القائل بأن ما خرج من السبيلين ينقض فليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمره أغلبيا والله أعلم، لكن كنص في الإفرازات لا أعلم نصا في الإفرازات أنها تنقض الوضوء والله أعلم. أما الذي يقول إن زوجته تصوم شهريا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولكنها ترضع، وهذا يشق على ولدها أو هي حامل ويشق على جنينها،
إذا كان ذلك كذلك فتفطر وهي مأجورة إن شاء الله تعالى. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإن كان منتقدا على البخاري، لكن لفظة إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل لها شواهد تصح بها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرت الشيخ مصطفى معايا؟ اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يعز حضرتك يا رب ويبارك في عمرك ويجزيك عنا كل خير. وإياك والمسلمين. شيخ بس كان لي عند حضرتك استفسار. أنا موظف في أحد يعني في أحد الجهات الحكومية، ومقتطع من المرتب بتاعي تقريبا ما يقرب من 30 جنيه شهريا تحت مسمى منحة الولاء والانتماء. تحت مسمى ماذا؟ الجزء دوت أو المبلغ دوت الشركة بتضيف عليه أضعاف معينة، الأضعاف دي مش ثابتة يعني بتتغير من سنة لسنة، وبيخرج عليها برضو كل سنة بتخش في معاملات ربوية وبيخرج عليها فايدة سنوية، وبناخد المبلغ ده في نهاية الخدمة بتاعتنا في صورة مكافأة نهاية خدمة، ويعني ملناش أي صورة تانية للحصول على المكافأة دي غير من الشكل ده، علما بأن أنا يعني مخير بأن أنا أشترك في المكافأة دي أو لا، في المنحة دي يعني أو لا. لا عفوا عفوا يعني هل التفصيل هذا موجود أو موجود أنك بتدفع 30 جنيه وتاخد مكافأة نهاية خدمة إجمالا؟ يعني هل التفصيل اللي أنت ذكرته هذا موجود بالضبط كده؟ هو لا لا لا، ما انا سالت الاداره نفسها اللي هي المسؤول عن يعني جمع المبلغ دوت، قالوا لي ان ال 30 جنيه ديت بتستقطع من المرتب شهريا، بتخش على حاجه اسمها اساس الاحتساب. اساس الاحتساب دوت بيزيد كل سنه 5%، فبناء عليه ال 30 جنيه دي برضو بتزيد بنسبه 5% كل سنه، بتستقطع من كل العمال اللي في الشركه، والشركة نفسها بتضيف عليهم مبالغ إجمالية على السنة كلها مش على الشهر، وفي الآخر خالص في السنة اللي أنا بخرج فيها نهاية خدمة أو اللي أنا لو توفيت فيها بيديني 125 شهر أنا. في أساس آخر أساس احتساب أنا اتحسب لي يعني. أقول لك الله يبارك فيك. نعم؟ أقول لك إذا استطعت أن تحسب المبلغ الذي دفعته والمبلغ الذي دفعته لك شركتك وتأخذ هذا وذاك والباقي تتخلص منه الفقراء فعلت، وإلا فلا تشترك إذا كان اختياريا، والله أعلم. الله يبارك في عمر حضرتك ويجزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: أين تضع المرأة يدها في الصلاة؟ هل تضعها على صدرها كالرجل أو أسفل الصدر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: المرأة كالرجل في هذا الباب سواء بسواء، ولم يرد دليل يفصل. أما أين توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، على الصدر أم تحت الصدر أم على البطن أم عند الخاصرة أو غير ذلك، كل ذلك لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر الذي فيه أن النبي كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ضعيف الإسناد، وكذلك لم يصح في وضع على البطن شيء ولا أسفل البطن شيء، فالأمر في ذلك واسع، والعمل بالعموم أولى. وقد قال النبي صلى الله قد قال سهل بن سعد رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيمنين على شمائلنا في الصلاة من غير تعيين لمكان الوضع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعدين الشيخنا كنت عايز أسأل بس، هو ما حكم مشاهدة فيديو التحرش بتاع التحرير ونشره وعمل شير كده من الناس عشان تشوفه، من باب يعني ان ده نوع من انواع التشفي مثلا، او ان دي حاجه مثلا نشر الخبر او كده؟ يعني ايه، ما معنى فيديو التشفي في التحرير هذا؟ ما اعرف.
لا فيديو في وقعة تحرش حصلت في التحرير حضرتك، وقعت تحرش حصلت في التحرير؟ في التحرير، والناس صورتها بالموبايل وجابوا الواقعة يعني، دي حضرتك بيتم التحرش يعني فيها، والناس بقى عفوا فيها مشاهد عارية؟ فيها مشاهد عارية. أيوه لا يجوز، لا يجوز، الله لا يحب الفساد، وهذا من الفساد، هذا من الفساد في الأرض، ولا يجوز لنا أن ننشر مثل هذا أبدا، لا من باب التشفي ولا من باب غير التشفي، بارك الله فيك، لا يجوز نشر صور النساء العارية أبدا، ولا نشر وسائل التحرش أبدا، بارك الله فيك، فهذه تثير الفساد في الأرض، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: أكون في العمل أو في الجامعة ويؤذن للظهر، ولا يكون هناك وقت إلا للفريضة، هل أصلي السنة كلها بعد الفريضة؟ لا بأس إذا اضطررت إلى ذلك، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا بارك الله فيك، بالنسبة لدراسة علم الفلسفة هل يجوز ثانية؟ نعم. قاعد. قاعد سؤالك. نعم جزاكم الله خير يا شيخنا، بالنسبة لدراسة علم الفلسفة. علم الفلسفة؟ نعم. إذا كنت مختارا لا تدرس هذا العلم، إذا كنت مختارا لا تدرس هذا العلم لا فائدة فيه، وفي بعد كثير عن الدين، أما إذا كنت مضطرا كطالب في الثانوية أو نحو ذلك يصلونه عنوة، فالمضطر له أحكامه الخاصة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد إن لله. إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، ويديكم الصحة والعافية كده، بارك فيكم يا رب. وياك. فضيلتك إن شاء الله، أنا رايحة عمرة إن شاء الله شهر رمضان كله بإذن الله، فأنا عندي 2 شبابي ولادي، فهو الحمد لله رب العالمين نحفظهم على الله، إن هم الحمد لله متقين الذي يعرف ربنا مسلمين الحمد لله. بس حضرتك انا دلوقتي جارتي بتقول لي، بنت جارتي بتقول لي يا طنط انا هخبط عليهم واسال عليهم، فانا قلت لها لا ما تخبطيش عليهم عشان دول شباب، لان انا مش عايزه اي حد يعني ايه، وهم ولادي مش عايزين حاجه وكده، هل انا عليا ذنب لما قلت لها كده؟ لا لا انت محسنه، بس كان التلطف في اللفظ فقط. ايوه لكن بس يعني انا يعني ايوه انت يعني محسنه انا في ال مش حاجه يعني غلط او حاجه، قلت لها لا انا مش عايزه حد يسال على ولادي، اي نعم، لكن ولادي شباب واخاف عليهم كده. اقصد مقصودك طيب ان لا تختلط البنات بالشباب في غيابك ولا في أيوة. حضورك ايضا، لكن اللفظ فقط هو احسان اللفظ. وبعدها ذكرك طنط، يا طنط الاولى عدم طنط هذه، انما الاولى يا عمتي يا خالتي، فإن طنط من لغات العجم، وعلينا أن نستعمل اللغة التي جاء بها القرآن الكريم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ، أنا لسه كنت بسأل حضرتك من شوية، كنت أسأل عليا زوجتي كانت ناوية تسيم من 13 ل 14 و15، فقالت لو ربنا أراد حمل برضك، يعني لو ربنا أراد لو في حمل هتسيم 13 ل 14 و15 برضه. نيه، فهي لما لقيت في مشقه على الحمل كده ففترت. يعني عفوا عفوا، هو كان نذر عليها وليس بنذر يعني. لا 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 لا، ليس بنذر، هي نوت بس، ليس بنذر، لا اشكال، لا اشكال، لا هي نعم تفطر عادي، لا اشكال، ما دامت لم تنذر وتخشى الضرر على الجنين. طب حضرتك لو واحد دخل في الصلاه والامام رقع، تحسب رقعة ولا ما تحسبش رقعة حضرتك؟ تحسب رقعة عند جماهير العلماء. طب حضرتك في بعض، في ناس اللي لما تيجي تصلي ما بتحاش تكمل الفاتحة ورا الإمام، والإمام رقع، ترفع ولا تكمل الفاتحة؟ إذا كان بإمكانه أن يتجوز يقرأها سريعا ويدرك أكملها سريعا وأدرك، وإن كان لن يدرك ركعة مع الإمام وتحسب له ركعة أيضا. طب معلش حضرتك، في سؤال تاني حضرتك، أنا شغال في حضرتك في شركة مقاولات، وفي بعض الفضلات من الخشب او الحاجات اللي هي بتجيلنا، وطبعا احنا بنولعها وبنعمل بيها الشاي والحاجات ديت، هل ممكن ان ناخد جزء منها
وصاحب العمل عارف الحاجات دي ما بتستخدمش تاني وبتترمي المقاول فيها النار. المقاول صاحب الخشب أذن لك؟ لا، هو حضرتك صاحب الشركه حضرتك الحاجات بيرميها خلاص. اذا كانت يعني سترمى لا بأس. لا، هي بيرميها ملاش اي فايده في الشركه. انا جاوبتك اذا كانت سترمى لا بأس. هي بتترمي، انا ممكن اخد منها جزء واعمل منها اذا كانت سترمى لك او لاخيك او للذئب. طب حضرتك لو مثلا حضرتك لو في نادر لو في نادر عملنا نادر زكي لو قال له واحد قال في نادر هنعمل له كذا، هل لازم يطلع الفقير ولا لازم لاي شخص؟ النذر لا، على حسب التلفظ الذي تلفظته. على حسب اللفظ، على حسب اللفظ الذي اخرجته. ان قلت لله علي ان اذبح ذبيحه للفقراء قيدت بالفقراء، ان نذرت نذرا مطلقا فهو مطلق. طب حضرتك معلش، هو في سؤال بس معلش شويه حضرتك، العالم او الشيخ او صاحب دعوه او امام لما ما يكونش عارف كلمه حق وما لهاش المفروض ده يتقال عليه؟ يتقال عليه بحسب حاله. ما الكلمة الحق؟ وهل هو يرى يعني هل هو يرى ما تراه؟ ممكن انت ترى ان شيء ما كلمة حق هو يراها انها ليست. انا هحضر لك السؤال حضرتك. هو دلوقتي حضرتك بنتكلم دلوقتي البعثة في مصر، ولو شيخ عارف ان ده حق ولا مش حق؟ نعم نعم يعني اللي يدور في مصر، الذي يدور في مصر. لو شيخ عارف ان ده حق او ده باطل، المفروض ان علمائنا تفهمنا ان ده حق او ده باطل. صح وما صح. ما يتكلمش، ما حدش يتكلم عن هذا الموضوع. احنا يعني نصدق علمائنا ونصدق. جزاك الله خير. على كل حال الذي يحدث في مصر الان وقبل الان وقبل قبل الان كله بعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، كله بعد عن شرع، كثير منه بعيد عن شرع الله سبحانه وتعالى. نحن نريد أن يحكمنا كتاب الله وأن تحكمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا، نحن مسلمون، لسنا بعلمانيين ولسنا بليبراليين ولسنا باشتراكيين ولسنا بديمقراطيين. نحن مسلمون نريد أن نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله. لا ذلك متخلف عن الناس إلا من رحم الله. السلام عليكم. يقول أخو السائل: هل صحيح أن للمرء دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة؟ لا يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخو السائل: أختي متزوجة ومقيمة في الدمام، وأخي مقيم هناك أيضا، زوج أختي وقبلت زيارة لنا للسفر لهنالك، وسنسافر وأمي وحدنا على أن يقابلنا أخونا هناك، فما حكم ذلك؟ السائلة كأنها امرأة فتاة تسأل عن سفرها مع أمها بدون محرم لزيارة أختها ولزيارة أخيها هنالك في الدمام. أقول وبالله التوفيق، إذا كان هناك من يوصلهما إلى المطار وأخوهما يستقبلهما هنالك في المطار ودعت إلى ذلك حاجة ملحة، جاز ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، جاز للرفقة الآمنة وللاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن أختصر؟ تفضلي. في بيجي على التليفون رسالة كده، كروت عرض، يعني عرض على ان هو يعني ايه، بيجي لك كارت شحن العروض ان هو انت ايه محمد رسول الله هدية يعني، فممكن نشترك في العرض دي ولا لا؟ يجوز؟ لا عفوا، تقصدين الذي يقول لك اضغط رقم كذا بجنيه او ب2 جنيه؟ لا، ما يكون في كارت وتدخل السحب. في كارت شحن مثلا يجي لك انت بعد كارت الشحن يجي لك رساله ان انت ليك 20 دقيقه مثلا هديه. اي نعم، لا بأس. يشترك فيها لا بأس ولا لا؟ بأس، لا اشكال. لا بأس. طب ممكن سؤال ثاني؟ ممكن بالنسبه لكن للقرآن الكريم. عفوا اصبري علي، نبه بس على تنبيه، تمارس شركات الفودافون وربا هو ميسر، أنهم يطلبون من الشخص أن يضغط زرا، يضغط رقم معين بجنيه أو ب3 جنيه
حتى يدخل في السحب. ايوه هذا حرام ولا يجوز، هذا ميسر. انا بسأل على كده، هذا قمار وميسر. وننصح العاملين في شركة الفودافون أن يتقوا الله ويبتعدوا عن القمار، هذا قمار وسلب لأموال الناس وأكل لأموال الناس بالباطل، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. فعلى شركة الفودافون أن تتخلص من هذا الميسر القمار الذي تبتز به أموال المسلمين. هذه الشركة تقول ادخل السحب واضغط زر بسنين جنيه أو بثلاثة جنيه أو بجنيه، تأخذ ملايين الجنيهات من الناس وتعطيهم الفتات، تخدعهم بالفتات. هذا ميسر، هذا ميسر لا يجوز لا لشركات الفودافون ولا القنوات الفضائية ولا لغيرها من الذين يمارسون هذا الميسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال تاني؟ ممكن بالنسبة ممكن أحفظ القرآن الكريم مع العلم أن أنا أركز أحكام التجويد؟ وتاني سؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتعلمي وعلمي. أنا متعلمة القرآن، والدي محفظوني بس بدون علم التجويد، بس في القراءة أقرأ صح، بس الحفظ ممكن يعني إيه نسيت بعض الصور. اقرأي. بس في الحفظ ممكن أخرج يعني أحفظ الأخوات الكبار دول ولا لا يجوز؟ والله أنا أنصحك بالتعلم أولا إذا كنت تعلمت. أنا متعلمة بس احكام التجويد اللي ما درستهاش، وانا دلوقتي يعني ما ينفعش ان انا اخرج ادرس احكام التجويد. خلاص لا تدرسي احكام التجويد ما دمت لم تدرسيها. ادرس القران، القران ذاته ادرسه واحفظه. حفظي ما فيش مشكله، بس حفظي صح. لا ما هو صح ان شاء الله، ان شاء الله التحفيظ صح. طب بالنسبه والدي، والدي عنده قطعه ارض وبيقول وقال لنا يعني قبل يعني هيطلع منها مثلا نسبه منها سرطان ولا حاجه، بيقول عايز يبني عليهم مسجد. اذا مات ولا في الحياه؟ احنا قلنا له البلد هنا، هو ان شاء الله عايش. يعني اذا يعني يوصي بيقول هو بينصحنا يعني بيقول لنا دلوقتي، بيقول حتى يعني لو ما نفذوش هو دلوقتي ان شاء الله بعد ما يموت ينفذوه. بس عامه في البلد عندنا هنا في مساجد ياما في البلد. طب بالنسبه لمساجد ياما انا قلت له ما ينفعش، ممكن بعد كده ممكن يعني القراطين اللي انت هتطلعهم دول ممكن يتباعوا مثلا وتبني مكانهم نودوه مثلا لمسجد في كرة ما بيبقاش فيها مساجد. فقال لي ان شاء الله اساله وشوف الصح، مع العلم ان واحد من اخواتي رافض الموضوع ده. ليس لا ليس انا اقول مثلا ليس لرفض اخيك اعتبار، اخوك ليس له اعتبار وليست له قيمه. ما انا قلت له دلوقتي والدك تبرع بالارض كلها احنا ما عملناش فيها حاجه، بس لو حصل مثلا بعد الامور بعد وفاه الوالد لو ما عملناش بيها دلوقتي احنا بعد كده لنا الحق ان احنا ننفذ الوصيه دي ولا ايه؟ ملزمين بتنفيذها ما لم تتجاوز الثلث. ملزمون بتنفيذ. ملزمون بتنفيذ. هي الارض مش كبيره يا شيخ مصطفى، هي عباره عن 10 اراضي. طيب بيقول طلع منها ارضتين. طيب ارضتين تكون الخمس، ملزمون بتنفيذها ما لم تتجاوز يعني السلس. ان شاء الله. وقال بعدين ووكلني بكده بعد كده لو حصل اي حاجه ننفذ الوصيه بتاعتك ان شاء نعم. الله. نعم نعم. طب في اخت بتسالني هي مأمنه على بنتها، وانا قلت لها التأمين حرام، مش هو حرام برضه ولا السؤال؟ والله انا ارى ذلك والله اعلم. لا انا ده. طب ممكن الرقم الشيخ مصطفى في مشكله بس ما ينفعش على القناه. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. يقول أخ السائل، شخص قال الله أكبر بدلا من قول سمع الله لمن حمد على سبيل الخطأ، هل الصلاة تصح؟ نعم الصلاة تصح. هل يسجد للسهو؟ لا يلزم أن يسجد للسهو والله أعلم. قال هل يجوز العمل في هيئة الآثار سواء كانت أعمالا مكتبية أو ميدانية؟ ما دام العمل حلالا فاستمر في العمل. بارك الله فيك. تقول إنها لقيطة وقاطعت المرأة التي أنجبتها لكون المرأة التي أنجبتها سلوكها عفوا تقول قاطعت المرأة التي أنجبتني، ما أقصد بالتي ماذا تقصد؟ هل قاطعت أمها أم التي أنجبتها التي تبنتها؟ على العموم هي تسأل تقول المرأة تمارس البغاء
وهي تريد أن تقاطعها لي كي تنتهي عن ذلك، لك أن تقاطعيها بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كنت أتصل بس عن تفسير آية فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني آخرها بس يعني مش عايزين نفهمه. الغرور قد يغرك بالله، الغرور هو الشيطان، فممكن الشيطان يغرك بالله، لذلك صور متعددة. يقول لك الشيطان اذنب ربنا غفور رحيم، فيغرك بسعة مغفرة الله لإيقائك في الذنب. يقول على سبيل المثال اذنب اقضي حاجتك في الحرام والله غفور رحيم، فيخدعك بسعة مغفرة الله إلى أن يوقعك في الذنب. وثمة صور أخر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا النهاردة إن شاء الله يعني ليلة النصف من شهر شعبان، والله سبحانه وتعالى يعني نعلم أن الله سبحانه وتعالى اطلع على جميع عباده، فيغفر لهم إلا مشرك ومشاحن أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فأنا دلوقتي هسامح يعني الناس كلها، وهيبقى قلبي صافي من الناس كلها، وأطلب من الله أن هو يتقبل مني إن شاء الله. ولكن في شخص معين، هذا الشخص أكرهه بجد يعني صدق، لا أستطيع أن أحبه ولا أستطيع أن أسامحه، لأنه يعصي الله سبحانه وتعالى، لأنه يفعل المنكر. فهل أنا كده يعني مش هبقى من الذين يغفر الله لهم ويطلع عليهم؟ لا، إذا كان هجرانك له في الله ولله أنت مساب. إذا كنت إنما تهجره لعصيانه لأمر الله أنت مساب لهذا، لكن إذا كانت حقوق شخصية ممكن التغاضي عنها فسامح بارك الله فيك. شكرا. عفوا. وياك. يقول أخو السائل، امرأة ترتدي النقاب وأهلها يصرون على أن تخلع النقاب فرفضت، حبسوها 4 أشهر، ولكن تعاني من ماء بالمخ، تحتاج إلى عملية بذل، وازداد المرض سوءا بسبب عدم الكشف. طلبت منهم الخروج، قالوا بدون النقاب ونحن غضبانين عليك. سؤالها، هل غضبهم علي يضرني في ديني مع أنهم غضبوا علي لأني لم أكشف النقاب فقط؟ أقول لا يضرك هذا في دينك، إنما إذا كان هناك ما يدعو إلى خلع النقاب للكشف عند طبيب حتى يذهب الألم عن البصر، لأنها تقول إن البصر تأثر بالماء الذي على المخ، فهذه ضرورة تدعوك إلى خلع النقاب، تدعوك إلى خلع النقاب. لكن كونهم يغضبون عليك أو لا يغضبون بسبب خلع النقاب، بسبب ثباتك على النقاب، لا تأثير لذلك عليك بارك الله فيك، إنما الضرورة تجوز لك أن تخلعي من أجل الماء الذي على المخ والله أعلم. يقول الشخص، هل لو نظر إلى عورته يفطر؟ لا يفطر، النظر إلى عورة الشخص لا يفطر. يقول، هل الهرش يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة للأرض بالنسبة للأرض السؤال اللي أنا سألك عليه دلوقتي يا شيخ مصطفى، يعني نبني في نفس في البلد حتى لو فيها مساجد يامه، ولا الأفضل إن إحنا نبني في مكان تاني؟ يعني إذا كنت تستطيعون بناءه في مكان أحوج فهو أفضل. ما هو المكان يعني هو متبرع بمكان الأرض يا شيخ مصطفى. أنا عارف. مش بالبناية. لا أنا. أيوة. أنا بس. فإحنا بنقوله الأفضل إن هو في مكان تاني، البلد هنا فيها مساجد يامه. أنا بسألك سؤال يا أختي. أي. اصبري علينا بس. قطعة الأرض التي تبرع بها أبوك اللي بنى مسجد، بينه وبين المساجد كم مسافة؟ في ريحة مساجد يام. كم يعني؟ بنى مساجد وبنها في الطريق مسجد، هو بيقول لو الحتة طلعت كلها مباني هيبقى مفيش مساجد حواليه، بس بالنسبة للبلد هنا في ريحة على طول حوالي يمكن في البلد هنا أكثر من 10 مساجد. لا مفيش مشكلة، إذا كان الحي يستدعي إقامة مسجد أقيموا عليها مسجد.
إذا في الحي كان الحي مستغني بيعوها واشتروا أرض في مكان آخر وانشئوا عليه المسجد. مش ممكن مثلا في مكان تاني يكون مسجد بنداني بالمبلغ ده مثلا نحطه في المسجد اللي بنداني؟ يا أختي هو متبرع بالأرض. أيوه. إما أيوه. أن تبيعيها وتشتري أرضا في مكان آخر تبني عليه أيوه. مسجد أو تتركها إلى أن يوسع الله عليه وابني المسجد. ماشي شكرا. سائل يسأل يقول أريد بعض الأدلة على تقصير الثوب للرجال. أقول أدلة منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قالها 3 صلى الله عليه وسلم. ثم قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وقال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك السنة اللي فاتت فطرت 5 أيام في رمضان عشان كنت حامل وتعبت. أفطرت 5 مساكين بس كلهم طلعتهم لشخص واحد. ينفع كده ولا وعليا صيام الخمس ايام دول تاني بعد ما اطعمت؟ اعيد الصيام. نعم الاطعام هو راي بعض العلماء لكن الذي اختاره من اقوال العلماء انك تعيد صيام الخمسة ايام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا والدتي توفت وهو كان كتب لها حاجات بأساميها بيوت وأراضي وكده ولما توفت والدتي قال ده شقايا وفلوسي اعملوا لي تنازلات احنا متزوجين وكبار فعملنا له توكيلات وهو خد الحاجات دي تاني وهو أخويا بيشتغل معاه هو كتب لأخويا مثلا هو أبويا يعني عنده مصنع كبير فكتبه باسم أخويا كله وباع من الأراضي اللي كان واخدها من والدتي وكده فأخواتي بيقولوا له طب احنا كده يعني ما بقاش لنا حاجة خالص فهو راح كاتب بيتين قال خد البيتين دول واكتبهم بأساميكم واخواتي بيقولوا لي اعملي توكيت عشان نكتبهم بأسامينا هم البيتين بس وانا بقول لهم لا ده كده لو هو بوزع بشر مش بشرع ربنا حرام يعني سيبها زي ما هو كمان تزوج تاني دلوقتي والدي راجل مسن وخلف ولد تاني غير اخويا فانا بقول لهم هو يسيبها زي ما ربنا اراد لكن انا مش عارفه يعني انا ينفع اعمل توكيل ليهم واخد البيتين معاهم هم عمالين يلحوا عليا يقولوا لي احنا مش هناخد حاجه خالص عفوا المصنع بالنسبة للبيتين يشكل كم أضعافه؟ لا كتير قوي يا شيخ مولانا كتير قوي يعني خلاص يعني لا مانع المصنع كبير قوي 6 أكتوبر وفي معدات عالية جدا خذي هو تزوج وخلف ولد تاني خذي البيتين ولا اسم عليكم يعني أعمل لهم توكيل وأخد معهم البيتين لا حرج ناخد حاجة بدل مش هناخد حاجة خالص كده لا حرج عشان هو تزوج وخلف ولد تاني خلاص خذي البيتين أنت وأخواتك خلاص ربنا يجزيك عنا كل خير يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم لو سمحت شو كنت عايز اعرف بس كنت بسأل حضرتك من شويه انا ايام صرتها اللي عوضت عليها لما صرتها في رمضان الخمس ايام طلعتهم كلهم من شخص واحد يجوز ولا لازم الخمس لا هي ما فيش مشكله احنا اتفقنا عليك ستعيدي صيام الايام الخمسه على ما اختاروا من اقوال العلماء اما كونك اطعمتي شخصا واحدا او اكثر من شخص لا تضر هنا لانها ليست ككفاره اليمين السلام عليكم يقول أخو السائل هل يجوز أن أصلي الفريضة إن فاتتني في اليوم التالي في مواعيدها يجوز لكن الأولى أن تبادر بصلاتها إذا تذكرتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي أيوة نعم أيوة تفضلي مصطفى نعم تفضلي
حضرتك هل يجوز لأهل المتوفى إن هم يخرجوا ليه صدقة جارية وتوصل ثوابها ليه حتى لو كان هو ما عملهاش في حياته ولا وصى بيها؟ يجوز. ولو كان يجوز فهل يشترط إنها تكون من ماله ولا تجوز إن تكون من مال أي حد؟ لا يجوز، يجوز ويجوز أن تكون من ماله أو من مال غيره. قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أراها إن تكلمت تصدقت، أفيجزئ عنها أن أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، جوزي كان عايز يشتري عربية بالقسط، وكنت عايز أعرف إيه الشروط اللي يخليها تبقى حلال. يعني يكون البائع مالكا للسيارة، يكون البائع مالكا للسيارة، ولا تكون هناك بنود ربوية في صيغة العقد. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة موفقة مباركة ميمونة، اللهم أمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم أمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يفك أسرارهم، وأن يشفي مرضاهم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر بالإسلام قائمة وقاعدة، فمصر بلد مسلم، ليست فرعونية. نبرأ إلى الله من الفراعنة، ثم نبرأ إلى الله من الفراعنة، ثم نبرأ إلى الله من الفراعنة. نحن بلاد مسلمة، وستبقى بإذن الله مصر بلادا مسلمة بإذن الله تعالى، وإن رغمت أنوف العلمانيين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نصارى مصر لتوحيده واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم علينا حق النصح، ولهم علينا حق التذكير، فقولهم إن المسيح ابن الله قول يخلدهم في النار، ولهم علينا حق النصح، فتوبوا إلى الله معشر النصارى مما أنتم عليه، وارجعوا إلى الله، واعلموا أنما الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وهيبوا بالصوفية أيضا أن يخلصوا لله في دعائهم، ولا يسألوا الأموات أن يكشفوا الضر أو يجلبوا النفع، فلا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكشف الضر أحد سواه عز وجل. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، الإكثار من ذكر الله، وليعلموا أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه، لا يدبره أحد سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر.